فجوزي من الناس اللي انا لما خبيت عنه في الاول ورحت بعدين رحت اتكلمت معاه، ما انا فيه بقى نظريه مؤامره ان هو هيشك فيا هيقول لا، واحمد شويه مونوتايب الراجل المصري، فاللي هو لا يعني ايه تروحي تعرفي حد غريب عنك حاجه، انا كنت حاطاه في البوتقه دي. اتفاجئت ان انا لقيته بيقول لي على فكره انا كنت عايزه اقول لك بس خفت اجرحك يا روح قلبي. كان عايز يقول لك ان انت فيك حاجه مش مظبوطه، ما تلجئي لحد يساعدك. هو طب انت معاملتك معاه كانت عامله ازاي؟ بتخانق بزعق كل حاجه بالنسبه لي يعني، وما كنتش خلي بالك ان انا برضو مش عايزه اطلع هنا ان انا اللي كنت الجباره يعني، ما اكيد كان في حاجات كتيره جدا بتتعمل معايا بس انا كنت بشخصنها. هو عارفه الست اللي لو الراجل دار ظهره هنا بقى في اصوات فقد الشغف، ده بيخني ده بيعمل لا لا الحته دي كانت بعيده عني الحمد لله. امال لا، هو الحته بتاعت ان هو لا اصلك انت مش بتحبني، لا اصلك انت مش عارفه ايه، عارفه العقليه بتاعت يعني انت كل حد بيتعامل معاكي بشكل، عشان بس نقرب الصوره للناس، انت بتقعدي تقولي ان هو بيتعامل معايا كده ليه؟ هو انت بتشوفي كده فيا بسبب هو فيا انا. يعني انت يبقى فيكي عيب وهو شايفه وبيتعامل مع العيب ده وانت مش شايفه العيب ده، انت شايفه ان هو بيتعامل معاكي بطريقه غلط. صح كده؟ بس هو الموضوع مش بيتعامل بناء على ان هو شايف عيب، هو بيتعامل بناء على طبيعته كبني ادم. بس انا مش عايزاه يتعامل بناء على طبيعته كبني ادم، انا عايزاه يتعامل بناء على اللي انا عايزاه منه. واحنا في الكالتشر بتاعتنا ما اتعلمناش ازاي نطلب ونتفاهم ونتناقش. طب انت لو بناتك مثلا، انا بقول لك انت بتقولي لي الحمد لله انا كنت ممكن ادمرهم ازاي؟ لا هو انا الحمد لله اصلحت ما دمرته. يعني عندي بنتي الكبيره حاجه من الحاجات اللي انا فاكراها كويس جدا ان هي مره كانت بتعمل سبرايز او مفاجاه لواحده صاحبتها، وهنا دي حاجه من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي برضو جرس انذار. فانا من جري عليها وهي ماسكه الموبايل، هي شافتني وانا يعني انا شايفاها وهي ماسكه الموبايل. فاول ما شافتني كان عندها 9 سنين انا فاكره كويس الكلام ده، من 4 سنين، فقامت مخبيه الموبايل. انا هنا هي وبعدين بقى في حاجه اسمها تفكير كارثي، انت بتروحي لاسوأ سيناريو، ما انت عايشه على القلق، ما انت خايفه مش عارفه تتعاملي في الدنيا. فبقى القلق بالنسبه لك اسلوب حياه. فروحت وانا بجري، انا فاكره كويس جدا منظرها وهي بصالي بتعملي ايه بتعملي ايه، فقدت النطق مش قادره تتكلم وعينيها دموع 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 دموع. انا وقتها شفت هي خايفه من رد فعلك انك هتعملي فيها حاجه. كنت بتضربي؟ كنت بتتخانقي؟ كنت بتزعقي؟ لا زعيق زعيق رهيب. مش زعيق. واحنا اصلا لو اقول لك ان احنا كاطفال بقى البني ادم الفطره الوحيده فيه اللي اتخلق عليها هي الخوف من الاصوات العاليه، احنا ما بنخافش من حاجه تانية يا دعاء لما بنتخانق. فالاطفال فكره انك انت تستخدم، انا ما كنتش افهم ده بقى. بقى اللي بصوت عالي بقى وجايه بشبشب بقى بتنقض بشبشب او بتنقض بخرطوم او يعني احب تتفرج علينا. تعالي احنا تعالي شوفي شكلك عامل ازاي. انا بقى ساعتها شفت زي ما يكون مرايه، شفتي نفسك قد ايه بشعه. مثلا عارفه في فيلم والله بجد شركه المرعبين المحبوبه المحدوده دي بتاعه كورتي البعبع لما يبقى بينقض عليها ويشوف صورته في الفيديو اللي هو بيتصور ده. انا شفت البنت اكيد مش يعني ايه، هو انا بنتي اللي انا مصدر الامان ليها مرعوبه مني بالمنظر ده. فده كان جرس انذار كبير. واكتشفت بعد كده ان هي بتعمل مفاجاه لواحده صاحبتها عشان هي فهي خافت مني. لا انا مش عايزه عيالي يخافوا مني. لا هربيهم ازاي لو خافوا مني؟ فده في حته في عيالي. مامتي طبعا كانت الله يرحمها حبيبتي برضو، ما هو يعني ماما ممكن اكون انا وارثه منها كتير جدا. فاحنا كان عندنا اجزاء مثلا مش عارفين نتعامل فيها مع بعض. لا انا مش قادره استوعب ان ماما كبرت. مش فاهمه يعني، ففي ضرب كان من كل حته. صحابي وقتها اللي هو يعني كنت بتعاملي مامتك بطريقه ازاي؟ مامتي كانت عايشه معايا 40 سنه انا اتجوزت وماما معايا. وماما بعد ما كبرت شويه، هو طبعا لما بيكبروا، وهي ماما كانت صغيره في السن فانا مش قادره استوعب ده، استوعبته طبعا بعد ما انا اتعالجت بسبب الضغوطات اللي اثرت عليهم في حياتهم. ابتدت تنفصل عن الواقع، تخلق عالم افتراضي ليها تعيش فيه. فابتدى بالنسبه لي الست الحكيمه اللي بتعلم قران وبتتصرف تصرفات بالنسبه لي، عارفه انا كنت قاعده في منطقه الاحكام قوي، كنتش عارفه ان انا بحكم على نفسي قبل ما اكون بحكم على الاخرين. فاللي هو هي بتعمل كده ليه؟ هي ليه ما بتحسش بيا؟ هي ليه مش فاهمه؟ هي ما هي مش هتحس وتفهم لان هي عندها مشاكلها وانا شحطه بقى خلاص يعني.
طب يعني انا بس انا همشي معاكي بالراحه عشان نفهم، انتي بتلومي طول الوقت كل الناس انه هو ليه بيعمل كده؟ يعني انتي كل شويه تصبي جام غضبك على حد، على بنتك، على جوزك، على مراتك، على كذا، هم ليه بيتعاملوا معايا بالطريقه دي، هم ليه مش عارفه ايه؟ يعني طول الوقت شايفه الناس كلها ضدك. مش هقول عيالي معاهم بس يعني كان من اقل التصرفات اللي الناس ممكن تعمل، هم ليه بيعملوا كده؟ حبيبتي ما احنا مش في يوتوبيا الفاضله، يعني ده اللي انا اتعلمته بعد كده. ماشي، الى جانب انك انت كان عندك حاجه اسمها الاقرار بوجودك، او احنا كبوردر لاين عندنا حاجه اسمها شعور بالخواء الداخلي. احنا مش موجودين. من اقوى التعبيرات اللي اتقالت لي وانا حسيتها قوي مع حد والبنت دي النهارده، من عشان برضو ندي امل زياده للناس ربنا يكرمني بيها اكتر واكتر، هي من حد كان بيتعالج معايا لحد النهارده بيعمل دبلومه في الصحه النفسيه والاسيستنت بتاعتي في المكتب عندي. فالبنت دي كانت بتقول لي انا ببقى قاعده في الباص في الاوتوبيس وانا رايحه مشاوير، من كتر ما انا حاسه ان انا هوا كنت بخاف الناس تقعد عليا. ده شعورنا، احنا بنبقى حاسين بالخواء. بقولك انا ماشيه انا خيال في الدنيا، فانا طول الوقت بحاول ادور حواليا على الاقرار بوجودي. هو انا بزعق ليه؟ عايزاه يشوفني، عايزاه يحس بيا بالعافيه. تصدقي في حد ما عنده يعني هو اتشخص انه الشخصيه الحديه، وانا اعرفهم يعني كتب على صفحته انه مات عشان عايز الاهتمام، عشان مستني حد معين من عيلته يشوف هو مخطوط عليه ولا ما تخضش عليه. انت عارفه يوم انا امي، عشان بس الناس تبقى فاهمه صح وما بقاش ظلمها، انا مكاني النهارده بسبب الست دي قد ايه شقيت عليا وربتني وتعبت. بس طبعا كان عندي اهتمامات ما تلبتش واحتياجات ما تلبتش، زي اي بني ادم عادي. ايوه زي هما بيكبروا قوي الحته اللي ما تلبتش. ايوه، وينسوا اي حاجه اتعملت لهم، وده وان ده دور حضرتك بقى بعد ما بتكبر. يا لهوي ده نفس الكلام.